صباح الخير. ايش اليوم؟ اوه خلص الويكند، هذا اول يوم لإلي بالشغل بفصل الخريف. يس مرة متحمسة لهذا اليوم، خلي بسرعة اروح واجهز حالي. يلا يلا مرة متحمسة. اوه والله هذا الجو الصباح احسه كثير حلو، انا مرة نشيطة اليوم، كثير متحمسة. يس رح اقابل رفقاتي بالشغل. يلا خلي بسرعة اغسل ايدي. تمام هلا رح اروح اخذ شاور واغير ملابسي. يا الله لساته الصبح كثير كثير بدري، هلا الساعة 6 بالصبح. يي لكن يلا عادي، لازم نفيق دايما بدري عشان اصير نشيطة. يلا هلا رح اشرب لإلي كاسة من المي. يلا وين الكوب من المي؟ يلا هيو هون. يلا بسم الله الحمد لله. رح اقلي بيض لانه كثير بحب بيض على الصبح، لانه كثير 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 حلو، خصوصا انه دافي وهيك. رح اخذ هذا البيض. يم يمي هيو هون تجهز. يلا رح اخذ منه البيضات اللي حطيتهم. يمي مرة لذيذة. يم يلا روح هلا تحت عشان اتفرج على التلفزيون اشوف شو الجديد شو القديم. يلا نروح. هاي هون التلفزيون. خلص خلص بيت. ايش في جديد؟ يلا يا تلفزيون. ما في شي جديد لانه هلا الصبح بدري، لسه ما اجوا الاخبار. كل هذول اذاعات مره مملين، خلي اقوم احسن لي واروح اعمل شي شغلة مهمة اكتر. بدي اروح اشوف كمبيوتر اشتغل عليه شوي، العب العاب. يلا وين قهوتي؟ كمان هون كل شي ممل. يا الله خلاص ما بعرف شو بدي اعمل، انا كثير لساتني ناقصاني. موبايلي بيرن. انزلي تحت عم بستناك. يلا اوكي نازلة. يا صديقتي لمياء، هاي صديقة طفولتي، عمري كله هي هاي رفيقتي، درسنا بنفس المدرسة وكل شيء. يلا هلا لازم نغير ملابس بسرعة عشان انزل تحت. تدون كل شيء هلا جاهز، قبعتي ولبسي وكل شيء. يلا هلا خليه يروح عند صديقتي لمياء. ضليت كثير عم بستناك. يلا عادي خلاص. كيف حالك؟ الحمد لله، وانت كيف حالك؟ انا كمان الحمد لله بخير. هلا رح نروح على الشغل مو؟ يس يلا بينا. انا والله كثير كثير متحمسه لانه لاول يعني اول مره نروح على الشغل بعد كثير عطله، وهلا احنا بفصل الشتاء او الخريف. يس والله كثير شعور كثير حلو. يلا هلا خلينا نروح على الشغل. يلا صباح الخير. صباح الخير، كيفكم؟ هي مرحبا، والله كثير اشتقنا لك. اهلين رجعنا. اهلين اهلين كيفك؟ يلا حط حط هي الشنطه تبعك. يس والله كثير كثير اشتقت لمقاعد. يو ماي جاد واو، والله كثير اشتقنا لاماكننا. انا كمان انا بعد اشتقت كثير. والله يا لمياء ايش زبون. صح مرحبا بيك. مرحبا بصالون حلاقة تبعنا. هل بدك تسريحة شعر؟ بدك اساعدك بشي؟ هاي رح استشورك شعراتك، زي هيك لك كثير حلوين. ترى بالصحة والعافية، اتمنى انك تعيد ترجع عنا مرة تانية. يا لميس في كثير برد. اي والله والله في كثير برد، انا كمان كثير جعت، شو رايك نروح نقعد شوي بمكان تاني؟ فكرة كتير حلوة عن جد يا لمياء. انا خلي هلا نروح. على فكرة يا لمياء ضايل بس شوي وقت عشان نروح على البيت. اي صح. يلا هلا مع السلامة، تصبحين على خير يا لمياء. انت على خير يا لمياء. شو رأيك تجين عندي اليوم البيت عشان نروح بكرة على الشغل بمعان. No thanks. اوكي يلا مع السلامة. باي. يلا باي باي، رح اروح على البيت. بدك تصليني على yes. البيت. يس يلا باي. كان اليوم مرة كثير متعب، اجوا كثير زبناء، مع انه هذا يعني اول يوم عم نفتح صالون الحلاقة بعد كثير عطلة تبع الصيف. اخيرا رجعت لك يا سريري الحلو.
اوه ماي جاد، الجو كثير مره حلو. ياي والله بيجنن. احس نفسي كثير مرتاحه وتعبانه وكل. اخيرا لبست بيجامتي وهلا رح اروح على التخت عشان اني انام. يلا نروح. والله ما اشتقت لك يا التخت تبعي. يا والله اخيرا رح ارتاح له. مره ناصوري يا سلام. صباح الخير. تذكرت اليوم ما في شغل. يس اي او ماي جاد ويت، اليوم عيد ميلادي. لا ويت استحيل. اخيرا يس، مره اليوم مبسوطه وفرحانه، ما بعرف كيف هيك فقت، لكن حلمت حلم كثير حلو. شو هو؟ المهم هلا جو الصباح مره حلو كثير كثير، انا من عاشقين هذا الجو تبع الصباح وهاي الاصوات وهذا الجو. يلا هلا بدي اشرب كعب عصير او ماي كالعاده. يم واحد كمان واحد كمان. اوه موبايلي بيرن. الو لميس، اليوم عيد ميلادك. يب بعرف. تعالي على بيتي المساء، جهزت لك مفاجأة وحفلة مرة رح تعجبك. والله جد؟ طيب رح اجي. يلا على السلامة. باي باي، بشوفك المساء ببيتي. باي. يا الله جهزت لي مفاجأة، يا ترى شو هي؟ والله مرة متحمسة. خليني اغير ملابسي. ترى هي هي اللبسة اللي بدي اني البسها بحفلة عيد ميلادي، هي اكثر لبسة مرة سبيشل. بدي هلا اني اروح على بيتها، انه اصلا هذا المسا بعتبره، مع انها قالت لي انه جهزت لي، يعني هي اوريدي جهزت لي، فهلا رح تكون هي جاهزة. اصلا احنا رفقات، مو ضروري لازم نتكلف يعني حالها وهيك، فلازم هلا اني اروح. بدي ارقص زي هيك بالحفلة تبعي. ياي والله مرة متحمسة. يا لك الرأس دق 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 زي كذا. ياي والله بيتها غيرت الديكور، لا تتفاجئوا لانه بيتها دايما بيكون مرتب. يلا نروح. وينك لمياء؟ وينك؟ وينها غرفة الحفلات؟ هي غرفتها. مو نايمة؟ يا الله وينها لمياء؟ هي قاعة الحفلة. مرد جنن، ليش كلفت كذا حالها؟ او ماي جاد، واو هاي تبعي. هدول وهدول، او ماي جاد كل العاد لإلي. والكيكة يوم تجني. او ماي جاد والله عم بشكرها كثير، لكن وينها؟ لمياء لمياء، هل انت بالبيت؟ لمياء انت متخبية هون؟ خلاص هيني اجيت. الو لمياء، يا الله ما عم ترد. يي ما عم ترد. وينها؟ ايش الغرفة؟ لمياء لمياء، ايش هون؟ جثي، فتحي عينيكي بليز. خلص ايش هون؟ كيف مو فاهمه ايش صاير. خلص يا لمياء، بطلي هاد الضحك تبعك يا لمياء. خلاص ليش هيك بتعملي؟ فيقي خلاص هيني اجيت. شكرا يا لمياء على هالحفله كثير حلوه، لكن بليز هلا قومي. ارجوك يا لمياء. يا ميتة بليز يا لمياء، ليش هيك فيكي دم؟ ومين عمل هيك؟ وليش بالضبط بهالغرفة؟ المفاجأة هي انه القاكي ميتة او اني القى جثة. صحيح. عيد ميلاد كئيب، عيد ميلاد كئيب، عيد ميلاد كئيب. لا
ممكن هيك يصير بعد ميلادي. كيف ممكن هيك تموت؟ مين قتلها وكيف ماتت وما تساهل هذا مقلب وأنا مو مصدقة كيف يعني؟ بعد مرور 5 سنوات اليوم عيد ميلادي، رح احتفل بعد ميلادي كالعادة لوحدي بدون مفاجآت وبدون كيكة وبدون عيد ميلاد سعيد. بكل عيد ميلاداتي عم بتذكر صديقتي لمياء الله يرحمها، لانه يوم عيد ميلادي صار هو الذكرى وفاة صديقتي هاي. ولحد الان ابدا هذا مو عيد ميلاد سعيد، لانه هذا ذكرى وفاتها، فهذا مو سعيد ابدا، عيد ميلاد كئيب. عيد ميلاد كئيب، عيد ميلاد كئيب، عيد ميلاد كئيب لإلي، عيد ميلاد كئيب. لمياء كيف تتجرئين تغنينا؟ ويت، ما انتي ميتة؟ عم بحلم. صح بتحلمي. مني لمياء لا. يا الله ليش هيك بيصير دايما بكل عيد ميلاداتي؟ شو توقعاتكم للجزء الثاني؟ هل لمياء انتحرت او قتلت؟ وكمان شو نهاية وشو مصير هاي لميس؟ اذا بدكم تعرفوا كل هالاشياء اشتركوا بقناتي وتابعوها عشان لما انزل الجزء الثاني انتو تكونوا يعني من اول اللي يشاهدوا. بس اتمنى استمتعتوا وبحبكم كثير، وشكرا على المشاهدة وباي.